خلينا قبل الذهب خلينا ناخذ الدولار، لماذا ارتفعت اسعار الدولار الان لهذا المستوى؟ نعم طبعا أستاذ عثمان، محددات العملات الصعبة وأسعار العملات الصعبة يعني يمكن تندرج في 3 محددات. المحدد الأول هو كما تفضل السيد الرئيس وجود رصيد سواء كان في شكل احتياطي للبنك المركزي أو في شكل صندوق سيادي أو صندوق تثبيت كما حدث بعد اتفاقية السلام. طبعا كما هو معروف تم القضاء على هذا الاحتياطي يعني نتيجة للسياسات في النظام البائد وكده، أو وجود يعني عجز كبير جدا في التوازن الخارجي في الميزان التجاري. نعم وهذين السببين طبعا ترتبوا على الصدمة الكبرى التي حدثت للاقتصاد السوداني كنتيجة لانفصال الجنوب، حيث فقد السودان ما يقارب أو ما يزيد عن 90% من صادراته. فهذه صدمة كبيرة جدا، وللأسف الشديد تفاقمت نتيجة للسياسات المعروفة يعني خلال النظام البائد. نحن الآن في خلال هذه المدة القصيرة يعني سعينا في عدة اتجاهات لمعالجة جذور المسألة، وده يقودنا لموضوع تنظيم قطاع لا الذهب. يا دكتور، أنا المعالجة ليس، خلينا نرجعها قليلا. الآن لماذا ارتفع الدولار ل100؟ يعني يستحيل يكون انفصال جنوب السودان سنة 2011 هو سبب ارتفاع الدولار الآن إلى 100. أنا بتحدث عن الطفرة الأخيرة، الدولار أصلا كان مرتفع بصورة مضطردة، الآن قفز هذه القفزة. بالضبط حصل شنو في الأرض؟ يعني ما الذي يجري الآن؟ أنا ده أعتقد لأنه المواطن من حقه الآن يعرف بالضبط ما هو وراء الكواليس، ايه اللي يخلي الدولار يرتفع بهذه الصورة؟ نعم، أنا أعتقد كما تفضل الأخ الرئيس، أنت لما يكون عندك اقتصاد فيه تشوهات كبيرة جدا نتيجة لأنه توازنات الاقتصاد الكلي مختلة. يعني مثلا خليني أعطيك اكزامبل، أنه في العام 2017 و2018 الموازنة بتاعت النظام السابق اتخطت الموازنات الاعتمادات المعتمدة في الموازنة ب 144 مليار جنيه سوداني. ففي انكشاف كبير جدا على مستوى التوازن المالي وايضا على مستوى التوازن الخارجي. ده بيخلي سعر الصرف يكون نهب لاي نوع من المضاربات نتيجه لاخبار او معلومات. بعدين ايضا ليس سرا انه نحن في الفتره السابقه يعني خلال ال3 اسابيع الماضيه كانت عندنا خطوات حثيثه لمعالجه مساله تنظيم قطاع الصادر في الذهب بالذات. وهذا قد يؤدي الى ان هناك بعض الفاعلين في السوق عندهم مصالح، وبالتالي ممكن يكون في مضاربة وقتية تهدف فقط لإفشال هذه السياسة كغير من ال طيب من مقبول كان مضاربة وقتية يا دكتور، معلش أنا استسترطت في الأسئلة دي بالتحديد لأنه مريد مزيد من استسمحك مزيد من الإجابات من الدكتور إبراهيم بدوي. ما هي هذه المضاربة الوقتية التي تجري الآن في هذه اللحظة؟ يعني مثلا معروف ده ليس منطبق على السودان بس، في حالات كثيرة عندما يكون هناك انكشاف كبير للوضع الاقتصادي الكلي من حيث الموازنات، مثلا في عجز كبير في الموازنة، مثلا في عجز كبير في الميزان التجاري، وفي فئات اجتماعية محدودة طبعا لكن فئات اجتماعية مستفيدة من المضاربة في الدولار، مضاربة في الذهب وهكذا، عندما يكون هناك إحساس بأنه في عمل منظم يهدف إلى معالجة هذه المسألة بصورة جذرية كما نحن نفعل الآن، ممكن نتحدث عنه لما نأتي لموضوع المعالجات، طبيعي جدا أنه الفئات التي يمكن أن تتضرر مصالحها أن تعتمد بعض الخطوات لإرباك المشهد. وبالتالي يعني أنا لا أستبعد أبدا أنه نعم يا دكتور، هو